ايه بقى استخدامات المغناطيس كومباس؟ هنا بقى يجي لك سؤال من الاخر كده مهم قوي. uses of magnet بستخدمه in making compass. give reason. حد يقول لي ليه؟ حد يقول لي ايه الخاصيه اللي في المغناطيس تخليه عشان اعرف الغرب ايه الجنوب اعرف الغرب ايه الخاصيه اللي في المغناطيس؟ ايه هي الحاجه اللي انه بيعمل ايه؟ في بروبرتي كده خدناها لا لا النورث بيدلك على الميدل. ايوه ازاي؟ ايه الخاصيه اللي خدناها؟ مش ميدل الله ينور. يبقى هنا لو سألني قال لي اشمعنى ممكن تركز اشمعنى لا ما احنا بنشرح في حاجه جديده دلوقتي. بسال بقول لك اشمعنى المغناطيس خلاني قدرت اعمل كومباس؟ اشمعنى المغناطيس عملت منه بوصله؟ عشان في خاصيه انا قلتها لو the free suspended magnet freely movement يعني اللي بيتحرك حر take fixed direction بياخد اتجاه ثابت. الاتجاه ده اسمه ايه؟ south and north direction. فبالطريقة دي اقدر اعمل منه ايه؟ determine the four geographical direction. يعني هو مثلا عمل كده فشاور لي ان ده south ده north انا على طول هعرف الاتنين التانيين east west خلاص south north east west فاهمين؟ يبقى انا كده حددت ايه؟ four geographical direction حددت بيه الاتجاهات الايه الجغرافيه الاربعه. مش ممكن يعرفنا يعني هو كده هيورينا الاربعه؟ اه طبعا مش هو هيشاور لك على اتنين. يعني هو دلوقتي مثلا انا ده علقته بشكل حر راح عامل لي كده يبقى ده كده نورث وده كده ساوث ايست ويست. طب عمل لي كده يبقى ده نورث وده ساوث وده ايست ويست خلاص سخن هنخلص خلاص. يبقى انا هنا هقول ايه؟ بيكوز عشان ايه بقى؟ freely suspended magnet لا take fixed direction اللي هو ايه؟ south and north direction خلاص؟ طيب انا دلوقتي انهو اللي يكون اسهل في الحركة؟ حاجة تقيلة ولا حاجة خفيفة؟ يبقى انا لما اعمل ماجنت لما اجي اعمل بوصله كومبس اخد حاجه تقيله ولا اقل حاجه؟ اقل حاجه. يبقى انا عشان اعمل كومبس الافضل ان انا اخد لايت. ممكن يمس الهواء واحنا طب اخلص الهواء يعملها يحرك اتجاهها من الغرب؟ لا لو سبتها تثبت خالص بعيد عن الهواء عشان كده هنحطها في علبه. هقول لك كل الحاجات دي دلوقتي. يبقى انا دلوقتي اخد لايت اند سمول ماجنتيك نيدل يعني اخد ابره ماجنتيك نيدل يعني اخد ابره مغناطيسيه صغيره وخفيفه واروح حطها في علبه. العلبه دي تكون حديد ولا بلاستيك؟ بلاستيك. ليه؟ عشان ما تتكسرش. طب لو ما عرفتش اعمل بلاستيك اخد اي ماده تكون ايه؟ نحاس. نحاس ممكن. يبقى اي ماده تكون نون ماجنتيك. نون ماجنتيك بقيت ذهب مره واحده أو يعني لو هتاخدها انتيك بقى معوش بلاستيك هتجيب يبقى نون ماجنتيك غاليه يعني هتبقى غاليه قوي كده بوصله غاليه قوي. نون ماجنتيك ماتيريال اي نون ماجنتيك ماتيريال هعمل منها علبه عشان زميلنا قال لنا الهواء هيغير اتجاهها فانا هعمل لها علبه عشان ايه ما تاثرش على الايه على اللايت سمول ماجنت نيدل وهعمل لها اكسس واروح مثبتاها هنا هي هتبدا تشاور على النورث وعلى الساوث اقدر استخدمها في اي مكان خلاص كده تمام. طيب يبقى انا هنا عندي اخدت ذا ستراكشر اوف ماجنتيك كومباس ده تركيبها بتلف حوالين فيكسد اكسس خلاص بستخدمها مين جيوغرافيكال دايركشن ولو قلت لك جيف ريزون هتقول لي بيكوز نورث اند ساوث بول اوف ماجنت نيدل اولويز بوينت تو ذا نورث اند ساوث دايركشن اوف ايرث والواجب من اول هنا.